يعني هو تجاوز كل القوانين الدولية وكل الأعراف الإنسانية والدولية باستهدافه للطواقم الطبية، لطواقم المسعفين، للأطفال، للمستشفيات، للصحفيين، فحتى بسيف القدس، يعني بكل الاعتداءات على غزة كان يستهدف فيها الصحفيين. نعم ونحن يعني نشهد كيف أنه هناك ستار حديدي بموضوع الإعلام في الكيان الغاصب. يعني هم يعني يفرجون عن الأخبار التي يسمح بنشرها، صحيح ولذلك نحن نرى أنه يعني هو ضد كل الإعلام. هو هناك سيطرة صهيونية على الإعلام العالمي كما هو يسيطر على يعني على الحكومات العالمية، وعلى يعني هو وليد هذه الدول الاستعمارية التي تسيطر على الإعلام. هذا الطوفان، طوفان الأقصى، سوف يعم ليحرر كل دول العالم من هذه الطغمة الصهيونية التي تتحكم بمفاصل مهمة بالعالم. ورأينا كيف أسكتوا وكيف تكلموا مع أمين عام الأمم المتحدة، واعتبروه أن وهم أهانوا كل العالم بذلك. يعني كلنا معنيين بالأمم المتحدة وبهذا المنصب الرمزي الذي يمثله أمين عام الأمم المتحدة، كيف أنهم وصفوه بأنه إنسان غير مرغوب به، بيرسونا نون جراتا بكيانه، ولا حتى يروح يتكلم معه. نعم وبالتالي ماذا ننتظر من دول الخانعة بهالطريقة؟ هي بدنا نسميها، هي متآمرة، هي شريكة في هذه الحرب، لأنه عم نسمع الأصوات من دول الحرة مثل فنزويلا وأمريكا اللاتينية نعم وغيرها، ودول البريكس. شفنا المؤتمر اللي انعقد وشفنا الكلمات اللي كانت عم تحكي فيها إيران وروسيا والصين وفنزويلا وكل دول نعم الحرة بالعالم. ولكن هو أرعن وحش هائج